سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ زوينات ديالي، نتمنىكم تكونوا بخير. شكرا لكم على الدعم ومرحبا بكم في قناة حل. اليوم ليوم جديد وفيديو جديد معاكم. اليوم غادي نشارك معاكم البيت ديالي، غادي نقاد دون صوبو، غادي نقاد واحد غير واحد البارتي، وشي لاخر غادي نقادو من بعد، لان ما عنديش الوقت مع الخدمه وداكشي، ما عنديش الوقت. غادي نزرب دغيا دغيا باش نحيد عليا هاد الفريش ديال الموسيه، عاش نمشي نقاد هاد البلاصه اللي بغيت، اللي بغيت نقاد شحال هذا وما كفاليش الوقت. المهم راه جمعت كلشي حطيته في الارض، غادي نحيد داكشي كامل باش نمسح الغبره. عرفتي الغبره؟ جيت من المغرب لقيت الدنيا مغبره، ما نعاودش لكم، مع كان صوره البيت انا لقيته مغبر ديال بصح. المهم غادي نهبط داكشي كامل اللي كيبان لكم فوق هذاك، وغادي ان شاء الله نمسحو ونقادو ونرجع كل حاجه في بلاصتها. خليكم مع الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. المهم كيما شفتو راه هبط داكشي، وغادي نهبط الحوايج يتصبنو، هذاك الشيء كاع اللي كاين عندي غادي نهبطو نصبنو باش يلاه نجيبو مع الوقت. كي نسالي التخمال نلقى الحوايج تغسلو ونشرهم باش نسالي الشغل في دقه وحده، ما نبقاش هادي ديرها من هنا وهادي رجعها من هنا، ندير كلشي بدقه وحده. وكيما شفتو دابا طلعت، غادي نبدا نمسح البنات دقه بدقه، نمسح هذيك الطابله بعديا الاولى. عرفتي الغبره اش دايره فيها؟ ويلي ويلي، انا كنكره الغبره وعندي الحساسيه ديال الغبره. المهم دغيا غادي نمسح بيتفي وغادي نبدا نقاد، وخليكم مع الفيديو. ايوا ها نتوما البنات، مني قاديت داكشي ولا طايحه مقتي شعل. شتي النقا شحال زينه اختي، النقا زين. كنت مشيت المغرب، مني جيت لقيت الدنيا مغبره. ها انت قديت هادو هنايا السيكان، ها شويه وصافي. ها انت البنات، ممكن جاكم داكشي نقطو ليا البنات على هادشي، نتمنى يعجبكم. ايوا هذا ما كان. ايوا كيما شفتو معايا قاديت هذيك البلايصه، عرفتي غير باش تمسحي هذوك القراعي وترجعيهم لبلاصتهم. اختي فيها تمار، ما تقولوش ليا ومع الصيام ورمضان اختكم تفات. بقات لي اختي هاد البلاصه هادي، فيها غير الكريمات وفيها شويه ديال المكياج وفيها شي تخربيق. المهم غادي نقادو مره اخرى لانني صافي ما قديتش، غادي نخلي هاد الشي بابه مره توكل نرتاح، ماني نش زاربني اختي. انا كنبغي نشوف الدنيا نقيه، ولكن اختي صحتي هي الاولى. المهم غادي نهبط ندير الفطور، ما بقاش ليا الوقت، غادي نهبط دغيا نزرب على الفطور. غادي ندير اختي غير شويه ديال الدجاج، هاد غير طواجين ديال الدجاج، وغندير معاه شويه طوطه فريت كما كتشوفوا، بصيله قزيبرات شويه ديال الدجاج، درت غير جوج طريفات. بارك الله يجعل البركه، قزبر ومعدنوس الخرقوم
شويه الثومه، البنات ضروري الثومه في الطاجين، كيقولوا مكروهه او الله اعلم تاني. المهم انا كنديرها شويه هذا سكنجبير، هذاك راه بسبيسه، وزدت واحد شويه ديال الماء لانه كنشحروا في المعاش، كنزيد له شويه الزيت على ما تشحرت هذيك العطريه. هنا اختي راه صوبت الخبز، انا ما كيخطانيش خبز الدار، تبارك الله خبز الدار اختي زين، مكدش على خبز الزنقه الا ما لقيت عليه فين. هنا كما كتشوف اختي الطاجين تبارك الله راه تشحر وتقاد، دابا زدت فيه شويه ديال الزيت وغادي نخليه يكمل التشحر ديالو. هنا درت غير بطيطه وحده، بطاطا وحده غادي نقليها. ايوا هذا ما كان، هذا هو الفطير ديال اختي، غادي التبولي ديال البارح ما كلتهاش كامله، ها هي بقات، غادي ناكلها. وهذاك شويه المسمن والبريوات والخبز كما كتشوفوا تبارك الله جا محمر على مزينات، وما شهيتكم فيه واحد البروشيط هذاك راه بقى من البارح حتى هو حطيته ناكلو ولا نخليه يدبر راسه ديك الساعه علاش قديت. هنا شوفوا اختي، هنا الطاجين كي جا معلك وزوين، درت عليه شويه ديك البطاطا فريت، ما قويتش بطاطا فريت، انا اللي ما كنحملش الماكله تبقى، وضروري ما كنحملش اللوح الماكله. تصوروا وحق الله هادشي اللي كنديروا البنات راه خايب بزاف، شي ناس راه كيبقاو يعمر في الطابله، يعمروا 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 حتى كتدفق، وحتى شي حد ما تياكل داكشي كيبقى الله يحفظ حتى كيتلاح الله يستر. كاينين الناس مصايبين ما ياكلوا البنات، اقتصدوا ما تعمروش الطابله تدفق، جوج حاجات ولا جوج نويعات من الحاجه ولا ثلاثه، بارك الله يجعل البركه، لان بنادم راه غير العين اللي كتاكل، والله الا غير العين اللي كتاكل. وكل واحد البنات خيرو في دارهم. هذا غير فيديو اولا فلوغ اراو كان، يعني ماشي شي حاجه كنبان عليكم بها. كل واحد خيرو في دارو. كنتمنى هذا الفيديو ولا هذا الفلوغ يعجبكم، ولا عجبكم ديروا لنا واحد لايك واشتركوا معنا في القناه. ايوا واش نقول لكم، دوزوا بخير.